رح ننتقل لنستقبل اول ضيوفنا ولا مساحتنا الطبيه. اليوم ضمن مساحتنا رح نحكي عن حاله شائعه بشكل نسبي عند الناس وهي صرير الاسنان. يعني هلا يمكن بالمعنى العام ما كثير يكون معروف المعنى، ولكن الناس اللي بتعاني من هاي القصه بتعرف قديش هي عم بتعاني. صرير الاسنان او وقت اللي بتضغطي على اسنانك، هلا بالعامية بيقولوا عم يطحن هو نايم. يعني خلينا نقول انه هاي الحاله ممكن احنا نقول انه هي ممكن تكون باللاوعي ويكون الانسان مستيقظ يعني، واحيانا اثناء النوم. هلا الاسباب كثير اللي ممكن تسبب هي الحاله عند الانسان، خلينا نقول الغضب، التوتر، القلق، يعني وما اكثرهم هذه الايام. يعني مفروض الكل اليوم يكون عنده هاي الحاله صرير الاسنان. رح نحكي اليوم عن هي الحالة عند الأشخاص، شو هي أسبابها وشو هي طرق العلاج، وهل ممكن تكون حالة عرضية، وشو هي أهم المحاذير اللي ممكن يتبعها طبيب الأسنان خلال المعالجة. أكيد استفسارات كتير مهمة حيجاوبنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور محمد مصطفى هلال، وهو طبيب أسنان عام. يسعد صباحك حكيم. يسعد صباحك. كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباح جميع المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. نورت صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني اليوم عم نحكي عن صرير الأسنان، يعني هي حالة شائعة كتير ناس بتعاني منها خصوصا وقت النوم، ويمكن الأطفال كمان في منهم بيعانوا منها. خلينا نحكي بداية نقول شو هو التعريف الطبي لصرير الأسنان. هلأ أول شغلة بس تعقيب صغير، اليوم مع الأسف صارت صرير الأسنان هي ظاهرة أكثر من أنه تكون مرض مسلم. هي ضرورة، هي ضرورة اجتماعية اقتصادية دكتور. تماما اجتماعية اقتصادية، وعلى فكرة بتتأثر كتير بالظروف الاقتصادية والمعيشية. هلأ صرير الأسنان هو عبارة عن حد وتآكل لسطوح الأطباقية للأسنان، يعني أنا أطبق قوة أكبر من القوة اللازمة على سطوح الأسنان أثناء النوم أو أثناء النهار أو بأي وقت ممكن هي موجودة الصرير. تمام، تختلف من شخص لآخر وبتختلف قوتها كمان من شخص لآخر، بس مزعجة للأشخاص اللي حوالينا أو حوالينا. تمام، وبنفس الوقت ممكن أثناء النهار أنا أحس بصوته حتى. تمام، فهي مع الأسف ظاهرة انتشرت بشكل كتير كبير هالأيام، حتى أنا شخصياً بعاني منها. بدي أقول لك يعني دكتور اليوم أنت عم تعاني من هاي القصة؟ أنا حتى زوجتي بتقلي بالليل إنه أنت طول الليل عم تاكل. طيب اليوم يعني طبق المثل علينا، يعني اليوم دكتور يعني حضرتك مفروض تكون بالمعالجة الأولى لحضرتك يعني. تمام، هلأ مع ظاهرة الصرير هي بتعتمد على أكثر من قصة وأكثر من ناحية. العوامل النفسية، العوامل الانفعالية. هون عم نحكي عن الأسباب. ما رح أحكي بموضوع الأسباب بشكل تفصيلي قد ما بدي أحكي على الضغوط اللي عم يتعرض لها الشخص خلال النهار. فهي رح تعمل لك حد بشكل أو بآخر باللا إرادي باللا وعي، مو خلال يعني مو أنا بإرادتي عم بعملها، بإرادتي ممكن أضبطها أنا كطبيب، فيني أضبطها، ممكن عالج نفسي، ممكن ألجأ لكذا، لكن باللا وعي باللا شعور. تمام، عم نحكي عن اللاوعي، فاليوم يعني موضوع خارج السيطرة والإرادة. دكتور وقت اللي بيكون عندنا شخص بحياتنا بيعاني من هي المشكلة، في أعراض اليوم بتظهر عليه يعني غير الأصوات ممكن تمام. نحكي بالأعراض اللي ممكن تميزه عن غيره. هلا الأعراض بتختلف من شخص لآخر بالبداية. في عنا أعراض بتتباشر في صداع الرأس، في عنا أعراض تمتد لتوصل لمنطقة المفصل والتشنجات بالعضلات وبالمنطق بالعضلات المحيطة بالفكين والعضلات الماضغة، في عنا آلام بالأسنان قوية، في عنا حساسية أوقات بتصير. تمام، في راجعني أحد المرضى على العيادة عم يعاني من ألم مبهم بالأذن، راح لعند دكتور الأذنية قال له راجع طبيب الأسنان، عمل صورة أشعة أسنانه سليمة 100%، ما فيها ولا نخر، لا بيعاني من شيء، لا بيعاني من كذا. من القصة السريرية أثناء الاستجواب عرفت إنه شو اللي عم يعاني منه واللي هو صرير مع الأسف، فعرفنا شو السبب. تعمل ضغوط كتير كبيرة على الأسنان فبتعملنا آلام وآلام مزعجة حتى عدا عن الصوت وعدا عن الإزعاج للمحيط. يعني اليوم يعني لازم يكون في تشاركية بين طبيب الأسنان والطبيب النفسي مع الأسف. هلا يعني فينا نقول انه هي اكثر اسبابها هي الاسباب النفسيه. النفسيه بتلعب عامل رئيسي ودور كثير هام. حتى هلا في المرضى اللي بتناولوا ادويه نفسيه تمام او مضادات الاختلاج او غيرها وغيراتها هن اكثر عرضه للصرير، والعكس يعتبر محرض للصرير حتى. العامل النفسي، العامل العصبي، انا اليوم خلال النهار اذا كان الشخص عصبي مو شرط قلق، توتر، قلق، توتر، اجهاد، ضغط، انا عم بشتغل من الساعه 8 للساعه 8 طول النهار واقف على رجلي بتعرض. الشخص الانفعالي العدائي هدول اكثر عرضه، خصوصا الشخص اللي بيحزن.
اللي بيحزق بالمصطلح العامي، بيحزق يعني بيخبي بقلبه، بيحبس. تمام. هذا الشخص هو من الاشخاص اللي جدا معرضين لهي الحاله، حاله السرير. كانه اليوم عم نحكي منشا نفسي اكثر ما يكون هو سريري. الحاله النفسيه بتلعب دور كثير كبير مع الاسف، اضافه للحاله الجسديه. هي اشتراك عده عوامل نفسيه جسديه وراثيه. هاي كنت أقول لك الوراثي له علاقة بالقصة؟ طبعا الوراثي له دور كتير كبير. إذا في قصة وراثية موجودة بالعائلة بتتكرر القصة. تماما. باعتبار حكينا هيك شوية عن الأسباب، خلينا نحكي عن المضاعفات. وقت بيكون في حالة صرير أسنان، هل هذا الشيء بيأثر على الصحة الفموية بشكل عام؟ هلأ نحن بالمضاعفات تختلف من شخص لآخر حسب حدة الحالة وحسب شدتها. هلأ الأشخاص اللي بيكونوا عندهم الصرير بدرجات أولية فبيكون عبارة عن ممكن يصير في عندي تكسر بالحشوات، تهدم، بدي ممكن يصير في عندي بعض الكسور بالأسنان. تمام. ما بنوصل لمراحل متقدمة، بيصير في عندي تآكل بالطبقات السطحية للأسنان، بصير في عندي حساسية نتيجة التآكل. كل ما تآكلت الأسنان أكبر ضعفت الحماية حول اللب أكثر، صار عندي العصب صار قريب، أي بارد أي شيء ساخن أي شيء حلو صارت الحساسية مباشرة على العصب. هلا مع التقدم بالحالة بتزيد مع الأسف كثير. يعني أنا في حالات وراجعتني على العيادة مرضى ما بقينا أسنان فوق اللسة. شو السبب؟ الحالة عندها صارت متطورة جدا. طبعا العرض الرئيسي واللي بشوفه هو المشكلة الرئيسية عند معظم المرضى اللي هي انه بصير في عندي تهدم بالبعد العمودي نتيجة الصرير. فمثلا بتلاقي الشخص كأنه ما في سنان بتمه، بتلاقي وجهه جعد، صار عنده هيئة الكبر مع انه هو لساته بسن صغير. عم نحكي على العظم الفموي، تباعد بالتنسيق العظم الفموي. تمام. لانه احنا الاسنان هي حافظه البعد العمودي للوجه بشكل كامل، فوقت الاسنان تنخفض واحد من لهذا البعد بده يصير في عندي تهدل بالوجه. تمام. بده يصير في عندي تجاعيد تظهر مع تقدم الحاله مع الاسف، بده يصير كاني بلا اسنان ابدا وجهي. شوفي قد ايه اليوم يعني لها تأثير سلبي. قبل ما نروح لخطة العلاج، يعني في كثير أشخاص زاروا أطباء الأسنان كان عندهم تلبيسات حشوات، كانت بحالة مثل ما ذكرت حضرتك حكيم تهدم أو الحشوة رايحة، فتكون الشكوى أنه أنا ما صار لي زمان ملبسة أو ما صار لي زمان عاملة الحشوة، بس هي ما أنا مكتشفة أصلا أنه عندها حالة صرير. يعني يمكن تكون هي أثناء النوم أكثر أو ما حدا منبهها، فهي من أحد كمان المضاعفات أو السلبيات، يعني أنه الشغل بالأسنان ما عم يزبط بسبب حالة الصرير يعني. هلأ كلامك مزبوط، بس في شغلة صغيرة بننوه عليها. هلأ أنا اليوم كطبيب أسنان أول شغلة بعملها بعد الفحص في عندي استجواب المريض. أثناء الفحص ببين علي الحد تبع تآكل الأسنان ولو كان بدرجة أولية، فأنا بحاول استجوب المريض بسأله هل أنت عصبي؟ انفعالي؟ لا. لا دكتور بالعكس كثير رايق. طيب رايق، طيب ليش هاي الحالة موجودة عندك؟ بيقول لي لا، بحاول اضغط له شوي على منطقه المفصل ما عنده اي شيء. بسال طب اسال لي حدا من العائله انت اثناء النوم يعني في اصوات او شيء او كذا؟ بيقول لي لا دكتور ابدا انه ما في اي حاله او كذا. طبعا قلت لك نحن شو في عندنا شيء عياني بنشوفه بالفم اللي هي انسحال السطوح الاطباقيه، تاكل للسطوح الاطباقيه، بس شفناها لهي الحاله معناها نحن موجود عندنا ولو بدرجات قليله. بس انه تهدم الحشوات او انكسار التغليفات ترجع لنوع التغليف. التشخيص الصح بيقضي على المشكله دائما. تمام. نوع التغليف بيلعب دور كثير اساسي. التلبيس اليوم مثلا، انا اليوم شخص بيعاني من صرير او عصبي او انفعالي او عنده ضغوط حياتيه يوميه كبيره، ما بصير يتلبس له مواد مثلا مثل الزيركون ابدا، لانه يعتبر من الحالات المحرضه. ليش دكتور؟ ليش؟ لانه هو ماده تعتبر مادة محرضة. شو يعني محرضة؟ محرضة على الصرير. يعني أنا اليوم مثلا ملبس تلبيسة الزيركون، هي لا عم تكز دكتور أنت عم تحكي. لا لا أبدا بالعكس مالي متوتر. هي مادة مثل الإزاز تقريبا. تمام. فأنت وقت ملبسة هي المادة حلو، وسنانك بالأساس تعرض للحد، سطوحها بتساعدك بشكل كتير كبير أنه لا كزي أكتر. عرفتي علي؟ المادة الخزف على معدن أو السيراميك بالمصطلح العامي، الطبقة الخارجية بتنسحب، تنسحل مع المريض، لكن المعدن ما بينسحل. بتتهدم السطح الخارجي لكن ما بيتهدم المعدن. هل هو هذا العلاج؟ اكيد لا. أكيد لا. احنا عم نحكي هلا تجميل ورح نرجع تجميل عليه. تجميل اكيد. هلا خلينا شوي نحكي عن يعني ابتسامه وليود لمريض الصرير مرفوضه. اكيد ماشي حاله. خلينا نحكي شوي عن طرق العلاج والتشخيص عند الطبيب. هلا طرق العلاج بتعتمد دائما على السبب الرئيسي للمشكله.
شو سبب المشكلة؟ العلاج بنوجد. أوجد المشكلة توجد العلاج. بدنا نلجأ نعرف القصة هل هي وراثية؟ هل هي مرضية؟ أم هي لا إرادية؟ تمام؟ طب الشخص اللي قلت لك برجع بقول لك الشخص الانفعالي دائما هو أكثر عرضة لهذا الشيء. الشخص العصبي خلال النهار بنحاول قدر المستطاع أنه نحن حتى إذا عصبنا إذا توترنا ما ينكز على أسناننا. في أشخاص كتير بتتبع هاي الطريقة بتعمل هاي الحركة بشكل عام خصوصي مثلا أحكي لك مثال على القلق والتوتر. يعني طالب البكالوريا قبل النتائج بتلاقي شادد ومتوتر. متوتر هاي كلها لها دور. هي الصرير هذا هو مع الأسف اليوم نحن كرمالنا الحالة عم تتضاعف أكثر وعم تزيد أكثر. تمام. هلأ العلاج بده يعتمد قلت لك على شو طريقة شو السبب لحتى نحله. إن كان السبب حالة مرضية ناتجة عن أدوية أو أمراض نفسية فبنا نتشارك نحن الطبيب النفسية بهذا الموضوع. إن كانت العلاج هو عبارة عن مضادات اختلاج أنا عم بتناولها عم تسبب لي هاي الحالة فبدي حاول قدر المستطاع تواصل مع الدكتور العصبية بلكي نبتعد عنا نخفف نغير الدواء حتى عيارات تماما نخفف الحدة تبعيته. إن كانت لا وعي ولا إرادة هون بقى بدنا نلجأ في شيء نحن بنسميه صفيحة رفع عضة. هي عبارة عن صفيحة للمريض نفسه ما بتصير لك هذا على مقاس أسنانه بيرفع 3 ميلي 2 ميلي حسب شدة الحالة نحن منقررة. بتلبس أثناء النوم فقط يلا الفك العلوي يلا الفك السفلي أثناء النوم فقط. الغاية منه نمنع احتكاك سطوح الأسنان مع بعضهم البعض. مطاطية هي حكيم؟ هلأ في مطاطية وفي قاسية في مطاطية وفي قاسية حسب شدة الحالة هي اللي بتتحكم. إذا الصرير عندي قوي أو عم يعمل لي آلام قوية أو عم يعمل لي كذا لا إجباري هي ممكن تريح أو تساعد ولا ممكن تضايق أثناء النوم حسب أثناء النوم. هلأ أثناء النوم مثل المريض المتحرك. المريض المتحرك إذا بتركب له متحرك ألف سنة ما في أشخاص غير قادر إنه يتعود عليه. بدنا نحاول نجبر نفسنا على إنه نحن نتعود عليه. تمام. لما أنت 5-6 ليالي وراء بعضهم نتعود عليه. أنا أحد الأشخاص اللي لبستهم في أثناء النوم لقي حالي كابب. كيف كانت تجربتك حكيم مع الجهاز؟ لا في أول كم يوم في لقي حالي كاببه. ما يعني بلا وعي يعني هو جسم غريب اليوم يعني عم يدخل على الجسم يعني اي شيء بيدخل اليوم داخل الوسط الفموي اي جسم غريب بده فتره لحتى يتعود عليه. هلا اليوم مثلا التلبيسه لا تروح لبعيد التلبيسه انا اليوم بركب تلبيسه لاي مريض بيرجع لعندي المريض بيقول لي حاسه كبيره حاسه فيني حاسه بده فتره ليتعود تماما بده 5-15 يوم لحتى يتقبل المريض بشكل كامل. بده يبقى عم يستخدم هلا هي الصفيحه نحن بنستخدمها فتره مؤقته مو فتره دائمه بس لنخفف الأعراض نخفف الحالة ناخد استقرار أولي بعدين ندخل بقى بعلاجات تانية. ممكن ندخل بتلبيس ممكن ندخل بحشوات ممكن نعالج المشكلة من الأساس. اليوم طالع عنا صار في عنا شيء جديد عم يتبعوا أطباء التقويم والجراحة بشكل كتير كبير واللي هو حقا إبرة بوتوكس بمنطقة المفصل مريحة جدا وتخفف الأعراض. عم يدخل بعلاجات مو بس تجميلية طبية وصرنا سمعانين عن كذا حال اليوم ليلى أنه للأسنان للرقبة يعني لأحبال الصوتية حتى لأفراز الناس اللي عندهم تعرض يعني فخلينا نشرح على هاي هلا هو فكرة يعني البوتوكس شو بيعمل مبدأ البوتوكس هو مثل مادة فينا نسميها مشلة يعني تقريبا تمام. فدائما أنا مشكلتي هي عضلية تمام لأنه هي العضلات هي اللي عم تتشنج العضلات الماضغة على جوار الفك هي اللي عم تتشنج. بمجرد ما انا عطيت نقطه عبيت الفراغ منعت العضلات انه تشد بشكل اكثر ريحت المريض. طب دكتور ما لها تاثيرات لبعدين يعني هي الماده بالتم؟ لا ما لها تاثير لانه انت عم تحقنيها بمنطقه المفصل. هي مؤقت يعني مشكلتها اصلا حكيم انها مؤقته يعني هلا مثلا مثل اليوم في اشخاص مثلا بيقول لك انا عانيت احد الاشخاص عانيت مثلا من مشكله عصبيه بهي المنطقه قالوا لي انه ممكن نحقن لك ابره كورتيزون بهي المنطقه. طب هل هي مضره؟ لا أكيد لا يعني اليوم مضاعفاتها كتير قليلة تعتبر. لا اليوم يعني حلو الفكرة أنه اليوم في حلول صار لهذه القصة يعني خلينا بس نركز حكيم على قبل الإجراءات الطبية قبل ما نطلع على سؤال ثاني. الجهاز اليوم نحن ما في وقت محدد لاستخدامه ولا حتى لاستقرار الوضع لا يرتاح المريض يستقر شوي حالته ترتاح المفصل ترجع العضلات تأخذ وضعها الصحيح تستقر شوي بعدين فينا بقى ندخل بإجراءات ثانية. ممكن يصيبه نكسة؟ بعد ما يفك الجهاز بس يعصب مرة تانية هلأ ممكن بعد فترة ترجع لتجدد الحالة
ممكن يعني طبيعي. يعني دكتور فينا نقول انه السبب النفسي ما له علاج جذري. الحالة النفسية بتلعب دور كثير اساسي، يعني الشخص دائما وقت اللي يكون عصبي او انفعالي او توتري او عم بيتعرض لقلق واجهاد بشكل يومي، هذا شخص دائما معرض وما في حل. يعني حله الاساسي انه هو يخفف هالحد ان شاء الله. خليك ريلاكس ان شاء الله. يعني بس هي صعبه القصه اليوم حكيم، خاصه ضمن اليومين الشوب، يعني قديش صارت هاي الحاله عند الناس. تمام. ذكرت نقطه حضرتك انه اليوم الشخص اللي بيعاني من حاله الصرير اليوم هو محروم من بعض الاجراءات التجميليه، وذكرت الزيركون. طيب اذا كان في عندنا حاله اليوم بدها شغل تجميلي، يعني شو اليوم الحلول الطبية؟ يعني شو ممكن تبدل شيء عن شيء؟ ممكن ألجأ لمادة الخزف على معدن، لكن فيني أشتغلها بتقنيات جديدة مثل تقنية الخزف الليزري أو مثل ما بيقولوا قص الليزر ثلاثية الأبعاد. هي عم تتصمم مثل الزيركون، تمام، كحجم خفيف ناعم وزن خفيف، ما هي مادة ثقيلة. فيني اتعامل مع كمان نفس المادة الخزف الإماكس، اتعامل فيه نفسه بمادة فوق المعدن استعمله أو خزف الفيتا، أعطيه شفوفية، أعطيه لمعان. ما رح أخذ النتيجة التوب، لكن قدر المستطاع رح أخذ ناحية تجميلية حلوة قدر المستطاع، بس ما رح أخذ ناحية توب 100%. يعني بده ينتبه أكيد لهي القصة. يعني دائما ممكن الاستعجال بزيارة الطبيب كتير مهمة. تماما. هي الحالة بأي حدا من الجوار أو المحيط فينا حس فينا، تمام، أنه نحن هاد لازم ما نهمل نفسنا، لازم فورا نراجع الطبيب. بس برجع بقول لك إذا السبب هو ضغط الحياة اليومية تمام. خلينا دكتور نحكي شوي عن الأطفال. يعني الأطفال وقت بيصير عندهم هي الحالة بجوز يمكن ما تظهر دغري أو ما ينتبهوا الأهل لهي القصة، كيف ممكن تظهر عندهم الأعراض وكيف طرق علاجها بالنسبة للأطفال؟ يعني هلا الأطفال بشكل عام الحالة بتصيبهم بشكل بنسبة منيحة، يعني تعتبر أكثر من الكبار؟ لا مو أكثر من الكبار، بس كيف تصيبهم؟ بمجرد بزوغ الأسنان اللبنية، يعني بعمر 6 لـ 7 سنوات بتباشر عندي حالة الصرير. حالة الصرير تعتبر هي مؤخر سقوط الأسنان اللبنية، يعني الشخص الطفل اللي بيعاني من صرير هذا ما مو مشكلة إنه عم تتأخر سقوط أسنانه اللبنية، أمر طبيعي جدا. تنتهي المشكلة مع بزوغ الأسنان الدائمة أو اكتمال النمو الجذري بشكل كامل. تمام؟ تنتهي عنده المشكلة بشكل كامل، وهي حالة ما لها مخيفة. عرضية فينا نقول. عرضية، لكن فينا نقول إلا إذا صارت بقى هون عندنا آلام مثل آلام التسنين وغيره وغيراته، إيه ممكن بقى ندخل بقى بتفاصيل علاجية، لكن عند الطفل يعني اليوم حكيم فينا هيك نلخص، خلينا نقول خطوط عريضة أو عناوين عريضة لحالة صرير الأسنان. الحالة النفسية هي الأهم بمرحلة العلاج، ودائما نحن يكون بزيارات دورية لطبيب الأسنان بحال حسينا بهذا الغرض. يعني تماما الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كثير مهمة، لأنه نحن منشخص الحالة بشكل مبكر وبنعرف شو طريقة الهاد. بس في شغلة ما نوهت عليها وكثير مهمة، هي موضوع المأكولات الساحلة. لازم قدر المستطاع نبتعد عنها، لأنه هي تعتبر جدا محرضة وجدا. شكرا دكتور محمد مصطفى هلال طبيب أسنان عام، شكرا لحضورك ولكل المعلومات اللي ذكرتها.